قصة ذكرها والدي رحمه الله تعالى. يقول رجل من الصالحين هاجر إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن لا أذكر، وأصبح يخشى مسجدا قريبا من المنزل الذي كان هو فيه. تعرف من خلال تردده على ذلك المسجد على إمام المسجد، نعم، صار في معرفة بين إمام المسجد وبينه. جلس إليه مرة الإمام وسأله عن حاله وعن موطنه الأصلي وما إلى ذلك، وسأله عن مصدر رزقه. قال له يعني إنه مصدر رزقك منين؟ قال له والله الله عم يدبر، الله عم يدبر. سكت، نعم. بعد أيام أيضا حصل لقاء بينه وبين هذا الإمام في جلسة، في لقاء، في دعوة لا أدري، نعم. عاد الإمام يسأله ويستوضحه، نعم، من أين يأتيك رزقك وكيف تعيش؟ عاد فقال له كما قال في المرة الأولى: الله سبحانه وتعالى لا ينساني. مرة ثالثة كذلك حصل لقاء، وجلس الإمام إلى هذا الإنسان الصالح، رجع يقول له: إما قلت لي بقى يعني كيف حياتك ورزقك؟ قال له: والله في واحد متكفل لي انه كل شهر يعطيني 4 ليرات ذهب. يعني قال له: هلا اطمئنيت يعني؟ قال له: شوف يا شيخي، انا بدي اقضي كل الصلوات اللي صليتها وراك. كنت عم اقول لك انه الله عم يدبرني والله ما بينساني، ما صدقت، ما اكتفيت. لما قلت لك زيد من الناس، فلان من الناس، ايه متكفل انه كل شهر يبعث لي 4 ليرات ذهب، اطمئنيت. اذا انت لا تؤمن بالله، انت تؤمن بما بالناس، انت لا تعلم ان الله هو المتكفل لعباده، نعم. فابتغوا عند الله الرزق، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.